يشتغل افراح اكتر ولا حفلات؟ بحب اشتغل كل حاجه. بالنسبه لجزء الافراح انا بشوفه ده الجزء المفرح في شغلي يعني. يعني دايما بعتبره دي البهجه اللي انا بقدر اقدمها من خلال الحته بتاعتي للناس، ان انا اساعدهم افرحهم في يوم يفضل معاهم العمر كله. حفلاتي بيبقى ليها بقى وضع تاني يعني، تجهيزاتها وتحضيراتها. كل ايفنت انا بدخله بيبقى ليه الشكل والمضمون بتاعه والحاله الفنيه اللي بتقدم فيه شكلها ايه وربطها يعني. مثلا ممكن لسه مؤخرا عامل حفله لبورتو بمرور 16 سنه، فلازم ابروز ال 16 سنه دي. تمام. بمناسبه ان احنا اتكلمنا عن الافراح، الف مبروك طبعا على الفرح. الله يبارك فيك. ازاي قدرت توصل الفرح بتاعك يبقى ترند كده بالطريقه دي؟ انا ما كنتش عايز الفرح ترند ولا اي حاجه، انا كنت عايز الناس تيجي وتنبسط. طبعا من خلالك عايز اشكر كل اصحابي وحبايبي الفنانين اللي جم نوروا الدنيا كلها، الفنان الكبير محمد رمضان، الفنان الكبير تامر حسني، الفنان حكيم، بوسي، ليسي، مش عايز انسى حد، لعيبه كوره كتير كمان حبايبي جدا، محمد فاروق، شادي محمد، الناس كتيره جدا مش عايز انسى حد، بس بشكرهم جدا، نوروني طبعا وشرفوني. الفكره كلها انا كنت نفسي الناس تيجي وتبقى مبسوطه. تمام. هم يبقوا مبسوطين اكتر مني، كنت هبقى مبسوط بكده. اللي حصل لقيت بعد كده الفرح خد ضجه غريبه، وانا ما رضيتش بقى اخليه ترند في واي تاني. ممكن تديني التليفون كده؟ شفت الفرح طبعا؟ اه طبعا. عروسه؟ ايوه ما شاء الله زي القمر اهي. انا مروح بيها كده. لا والله؟ يعني الصوره دي كانت على السوشيال ميديا؟ لا خالص. يعني انا ما حبيتش اعمل كده يعني. السوشيال ميديا اتقلبت في حاجات تانية خالص، بس الحقيقه والواقع اللي انت شايفاه ده بقى. مروح سوري، مروح بيها من الفرح؟ مروحين من الفرح شكلها كده بالظبط. انا مروح على المستشفى يعني، انا ما روحتش الاوتيل، روحت على المستشفى. فيعني ده اللي ما طلعش للسوشيال ميديا. فيعني طب ده يعني ميك اب حاجه مثلا؟ لا لا خالص، ولا اي حاجه، ولا اي حاجه. طلعوا وشها يعني ايه؟ ولا اي حاجه، ولا اي حاجه. احنا كنا مروحين طبيعي. يعني حتى في الفرح انا ما كانش في وقت ان حتى في البوفيه اكل، فمش من اكل، مش من حاجه، مش من ميك اب. احنا قاعدين تقريبا لحد الساعه بعد الساعه 5 الصبح. فاحنا ركبنا العربيه واحنا ماشيين بتتكلم معايا يعني، بلف وش لقيتها كده. لا هو الحسد يعني الحمد لله، يعني الحمد لله ان اليوم عدى، عدت على خير الحمد لله. سلام عليها. الحمد لله. بس برضه ستيل اليوم كان حلو بالناس اللي جات، وكنا مبسوطين جدا والحمد لله انه عدى على كده. الف مبروك. الله يبارك فيك. الفرح كان ترند الحمد لله. الف مبروك.